الو الو ايوه ازيك عامل ايه؟ عامله انت ايه؟ الحمد لله تمام. بتكلمي منين؟ من اسكندريه. اهلا اهلا اهلا. الجو برد ولا الدنيا عامله ايه عندك؟ والله احنا كاسكندرانيه الجو حلو بالنسبه لنا دلوقتي. لو كمصرويه الجو هيبقى عامل ازاي دلوقتي؟ حلو برضو، بس لو دخلنا في الشتا شويه هتلجوا. صح؟ يعني دلوقتي يعني انت ممكن تنزلي البحر دلوقتي؟ اه بجد يعني الدنيا لسه أوه. يعني الدنيا لسه حر يعني. اه بس مش بالليل، ممكن بالنهار يعني. ما في حد ينزل البحر بالليل؟ ساعات بنعملها. انت كاسكندرانيه بتنزلي البحر بالليل؟ ساعات بعملها. الله، طب حلو ده، ايه ده ما عملتهاش قبل كده. طب قولي لي، هو الكلام بفلوس ولا ايه الاخبار؟ عمر الكلام كان بفلوس، بس الكلام بيجي على مشاعر الناس وعلى يعني. انت مثلا ممكن ترمي كلمه مش عارف انت هي طلعت منك كده وخلاص، بس هي بتيجي على اللي قدامنا بوجع. اه هتقولي يعني مثلا وعد قلته. انا بس عشان في لحظه لوكي قلت وعد فرح يعني. بس بعد كده لما بتغزل الوعد دوت ما بتبقاش عارف اللي قدامك حاسه ازاي. او طب ما تحكي لي كده، يعني انت عمال تحكي لي مجموعه احاسيس والموقف بينه كان موقف عظيم الحقيقه اللي انت بتتكلمي عليه. من فتره ارتبطت يعني بحد 4 سنين. 4 سنين من عمري. اربع سنين من عمري. وطول الاربع سنين طبعا وعود وانا بحبك ومش هسيبك وعمري ما هخلف وعدي معاكي، هتحصل مشاكل ويرجع تاني نقاسي وتسامحيني وانا بحبك وكده. وفي الاخر فرحوا الشهر الجاي يعني. الف 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 مبروك. يعني ده شيء يسعدني. طب انت اتضايقتي طبعا عشان الكلام مش بفلوس طبعا. قاعد يوعد 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 وبعد كده هو الكلام مش بفلوس، بس هو ما فكرش انا 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 هبقى ايه. او طب انت شفت حياتك، انا حياتي فين؟ الاربع سنين اللي عدوا دول. طب سيبك ليه؟ ما سالتيش نفسك؟ خالص. ما اصلك عارف انت الولد يعني يعني مفيش حد دلوقتي بيتغصب على الجواز. طبعا هو اصلك انا غصب عني. هي دي الجمله اللي بيقولها، غصب عني. غصب عنه؟ يعني هو ويريته مثلا غصب عنه خلاص انت هتتجوز تبعد. لا ده انا عامله له بلوك كل حاجه. يجي مثلا يقوم اتصل بيا مش عايز يعمل لي بلوك طول الوقت. طب هو ليه ما تقدمش؟ ما اعرفش. يبقى هو ما كانش الشخص المناسب. يبقى التفكير الصح، احنا الحمد لله ان هو اختفى ودلوقتي بدل ما كان يبقى فيه جواز ويبقى ساعتها الكلام ده بدل ما كان جرح صغير يتحول مشكله كبيره في حياتك. الحمد لله طبعا الموضوع من بره ما دخلناش جوه، بس الموضوع جاء على احساسي انا طبعا. بس 4 سنين من عمرك اتعلمتي ازاي تكوني بني ادم احسن، اتعلمتي مين الشخص اللي فعلا تسيبي مشاعرك واحاسيسك معاه. بقيتي فاهمه ان فكره ان الحب ده لوحده مش كفايه لو كان الشخص اللي قدامي مش شخص مسؤول او مش شخص عنده الامانه. يعني انت بتستأمني عليكي صح؟ بس انا مش عارفه اقف تاني على رجلي او مش عارفه ليه. ما انت واقفه على رجلك اهو بتكلميني في بتكلمي موبايل ولا تليفون ارضي؟ كمية في تليفون موبايل. ارضي. طب حلو وماسكه الموبايل والحياه حلوه اهو. ايه المشكله؟ هو اسالك سؤال، هو عشان بني ادم غدار ده معناه ان انا ازعل؟ يعني ما اصل ركزي فيها كده. اقعدي انت حللي الـ4 سنين في عمرك انت استثمرتي مشاعرك مع حد، الشخص ده ما كانش الشخص المناسب. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. حلو. بس الحمد لله ان هو بان قبل خطوة الارتباط اللي بجد. وبالكمان الاهم ان الشخص ده بان ان هو شخص مش على مستواكي من المشاعر ومن الثقة ومن ومن ومن. ففكره ان هو يسيبك وان هو ما يقولش مثلا انت عندك مشكله، اصل انت مثلا لسانك طويل او ان انت بتسيء المعامله او ان انت مش مهتميه بيه او ان لا انت لا، هو ذات نفسه بيقعد يقول لي انا عمري ما هلاقي حد زيك. خلاص ده معناه ان يبقى لازم يكون في ثقه كمان في حياتك. من الاخر خالص عايز ابسطها لك، لما البني ادم يتحط في موقف وهو مش ندمان على شيء او مش شايف ان هو مقصر في شيء فهو هيجي له الاحسن، بس لما يجي البني ادم يندم على شيء ساعتها بيفضل عايش في اللي فات،
فانت مش ملكيش حق انك تعيشي في اللي فات، انت مش ندمان على حاجه خلاص، انت زي الفل، انت ست الستات وابن الحلال هيجي. هو بقى مدام غدر، مدام أزانة، مدام ما كانش قد كلمته، مدام الكلام بالنسبه له ما كانش فلوس زي ما بيتقال، كان مش بفلوس، هو يحاسب عليه بقى. احنا مالنا وانتوا ليه مش واقفه على رجلك؟ تهزري تتكلمي في ايه؟ هذا الفل. لا سيد سيدو، هجوزك سيد سيدو. طب اسالك سؤال قبل ما اقفل معاكي، اديني ميزه واحده فيه. ميزه واحده فيه؟ ده كلب البيهوهو ده؟ ايوه. طيب اديني ميزه عشان الكلب رد علينا اهو. اديني ميزه. هو انا ما كنتش بحبه عشان ميزه يعني. اديني ميزه. خلاص ماليش دعوه انك تحبي عشان ميزه، ماليش دعوه بيك. من ناحيه ايه مثلا؟ كده هو كده بني ادم في التعامل في الاسلوب. اديني ميزه. هو لبق قوي في اسلوب التعامل يعني. لبق؟ اه. يعني هو شخص ديسنت يعني، ان هو بيهتم بالتفاصيل وكده، ولا لبق في الكلام؟ لا في الكلام، في اسلوب التعامل كده. يبقى انت تدوري الفتره اللي جايه على شخص ما يعمل، ما يتكلمش يعمل 4 سنين وما يتقدمش وما يهتمش، ده يبقى شخص ما اسموش لبق بالكلام، يبقى شخص لعب بالكلام. ركزي. ماشي. بقول لك انت عندك شغل بكره ولا عندك جامعه ولا عندك ايه بالظبط؟ لا انا اتخرجت خلاص. اتخرجتي؟ لا انت لدغه بجد. لا مش لدغه. اوكي طيب قولي تاني. اتخرجت كده؟ اتخرجت. لا ومش لدغه صح؟ طيب بكره وانت رايحه الجامعه او رايحه الشغل يعني، تلبسي لبس شيك، تبسطي نفسك، تبقى احسن حالاتك، عشان خليكي متاكده في حاجه حلوه قوي مستنياك. هتفاجئني؟ هفاجئك. او والله لو اقدر اجي افاجئك هفاجئك، بس اعملي كده خلاص. ماشي حاضر. ماشي يلا، الاغنيه الجايه ليكي. يلا نورتيني. ميرسي ليكي. مع السلامه.